مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ثم اوفياء قناه الشروق تي في وبرنامج لايف المشاهير، البرنامج اللي يجيكم طيله ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه والسبت باخبار الفنانين اللي تحبوهم وتبعوهم. طبعا ما نطولوش عليكم بزاف، روحوا نشوفوا اهم الاخبار اللي حنتناولوهم لنهار اليوم في هذه العناوين. نهلة تي في، ما عنديش بيزنس وما يهمنيش نخسر متابعين من بلاد اخر، المهم بلادي. بعد سنتين من الغياب، سليمان بخليلي في الذاكرة. كنزة موسلي بين أغنية خليجية عمل جديد لرمضان 2024 وأغنية أفلا موبايلي خالفت التوقعات. وفي حلقة اليوم أيضا نور الهدى شيخاوي ترتدي الفستان الأبيض. والأخبار الفنية الخفيفة والسريعة دائما تعرفوا عليها في فقرة ويك المشاهير من إعداد زميلنا محمد موفق. تحت شعار المالوف قلعة قسنطينة ومدرستها الخالدة تنطلق الطبعة 11 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف، وذلك من 11 إلى 5 من الشهر الجاري بقاعة أحمد باي الزينيت قسنطينة. تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي وبإشراف من السيد ولي ولاية قسنطينة. تستعد فرقة جمعوي أفريكا لطرح أغنية جديدة تحت عنوان حمامة، واللي راح نشوفوا فيها الممثل كريمو بلاك في دور رئيسي للكليب، والعمل تم الشروع في تصويره بمنطقة سيدي عبد الله بزيرالدا. بعد الجدل اللي طال كل من صانعة المحتوى نوريام وزوجها مروان وانتشار خبر طلاقهما واللي اختلفت أسبابه، ظهر الطرفين عبر حساب الانستغرام وكل واحد قدم وجهة نظره ولمح الاثنين عن صحة الخبر في انتظار تأكيده رسميا وقانونيا. يلا ونروحوا لأولى تصريحاتنا لنهار اليوم، وطبعا زميلنا عصام دهما كانت تلقى بي المؤثرة وصانعة المحتوى نهلة تي في اللي كانت صرحت له يعني عدة أشياء، من بينها هل تؤمن ب أو قبلها كان نحكي لها على البيزنس تاعها، يعني اسكو عندها بيزنس ولا أغنية جديدة، يعني أوغ لي غيزو، نعرفوا أنه المؤثرات كامل يديروا حاجة خارجة عن لي غيزو، وكذلك كان سألها حول الصداقة في مواقع التواصل الاجتماعي. راح نسمعوا واش قالت لنا نهله تي في وبعد راجعين. نهله تي في، مرحبا بك في برنامج لايف مشاهير. الله يسلمك، ميرسي. نهله، اليوم انا حاب نسقسيك كاش بيزنس، كاش مشاريع كتوجدي لها؟ نو بيزنس نو ماني نو شي، يعني في ضحك 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 وبس. يعني كان ولا مشروع كيتوجدي له، يعني سبق وشفناك طرحتي اغنيه، هل راهي كاينه كتحضري الحاجه؟ ادارك تشر على اغنيه جديده، ماكو اغنيه جديده. سينو بالنسبه للمشروع كاين مشروع جديد، ولكن ما نقولولكش والله ما نقولولكش. مشروع تمثيل؟ لا ماشي تمثيل، ولكن حاجه في تخص السوشيال ميديا والتلفزيون. شوفي، حبيت نقول لك باللي الاسود يليق بك، راكي ما شاء الله اليوم. نميره والفتوني نجيكم بالبيجامات الايفنتات. يعني لو مثلا نعرض عليك انت ولا تادي دور بطوله يعني روايه الاسود يليق بك للكاتبه الروائيه الجزائريه احلام استغنمي. استغنمي خويا اكيد من دوك راني قابله، يا بروبوزي ولي سي بوك. راني نشوفك تقولي ماكو ما في، يعني شغل اللهجه العراقيه راهي طاغيه على لغتك، واش هو سبب؟ اكتشر لي بلي راجلي عراقي. عادي انت تقولي، انا ما على باليش. راني نضحك، راني نقصر، نحب نقصر نبدل لهجتي. بالك كي توجدي في اغنيه باللهجه العراقيه ولا كي حتهاجري؟ لا ابدا ما نهاجرش، نحب لاجيري 1 2 3 في لاجيري، و مانيش نخمم ندير حاليا اغنيه، ولو ندير اغنيه ولا ندير اي حاجه تكون جزائريه. كاين ماركه واسمها نيال، وانت الوجه الاعلامي تاعها ولا خلينا نقولوا السفيره تاعها. كاين بزاف ناس يقولوا باللي هذه تاعك، كاين يقولوا تاع فاميلتك، كاين يقولوا عندك اسهم فيها، انت واش ردك؟ لا تاعي لا تاع فاميلتي، تاعنا في زوج. لا عندي اسهم في الشركه ولا الماركه بلوتو، سي اون ماركه الجيريان، لا بروبريتير تاع لا مارك بنت اليوم ديجا تاعتها في ليفينمون، اي جو سوي لامباسادريس دو لا مارك با بلوس.
نهلا، بالسهل انك تحبي تكوني سفيره تقبلي باش تكوني سفيره للمنتوج سواء جزائري ولا حتى يكون عربي بلك عالمي؟ مش بالسهل، لازم يكون منتوج اللي يستاهل ويكون مخدوم بدي فورمول انوفانت، يكون مخدوم بدي برودوي دو بدي زانغريديون دو كاليتي سوبيريور، ونكون انا متاكده منه وانا نجربه ونستعمله دائما في حياتي باش نقدر نكون سفيره تاعو. اذا برودوي انا ما يعجبنيش ما. يلا، وطبعا كنا شفنا نهلة تي في كانت خرجت في شوارع تركيا، يعني في السفرة الأخيرة تاعها لتركيا كانت خرجت في شوارع تركيا وين كانوا كاينين بزاف سياح يعني مختلف الجنسيات، خرجت بالقفطان الجزائري وبخيط الروح الجزائري اللي كانت سألت كذلك كل المارين يعني في هذاك الشارع اسكو تعرفوا هذا اللباس، وعرفت أنه لباس تقليدي جزائري 100%. هذا الشيء اللي كان قادر أنه يدي لها بزاف لزابوني من بلدان اخرى نقدروا نقولوا، خاصه البلدان اللي دائما تنسب لباسنا اليها. فاسكو خافت ولا ما خافتش نهله تي في عفوا انه يروحوا لها بزاف لزابوني من بلدان اخرى بعد ما دارت هذا الجست يعني اللي خرجت ورات فيه لباس تقليدي جزائري، وهو جست بزاف رائع نقدروا نقولوا ترويج للباس، ترويج للباس التقليدي الجزائري اللي من خلال دائما بلاطوهات ومن خلال كل مناسبه نحاولوا انه نروجوا له. روحوا نسمعوا واش قالت لنا نهله تي في وبعد راجعين. راكي تدوك الان في هذا الوقت بعد ما شاهدنا يعني خلينا نقول صوك عكاد في مواقع التواصل الاجتماعي، صبحتي تدرسي خطواتك اكثر؟ وي حاليا من بالك لو كان تجيني عامين ولا ثلاثه قبل كنت نتصرف بعفويه، كاين حوايج نديرهم وخلاص ما نخطط لهمش، ولكن بعد ما عشت احداث وشت احداث كاين شغل خطوه صغيره تبان لك انت تافهه مثلا انا ندير لها الف حساب باسكو. وشنو هو جديدك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ حاليا ما عندي حتى جديد. صداقه في مواقع التواصل الاجتماعي ولا بين مؤثرين؟ وي سا اكزيست، عندي دي زامي انا مؤثرين سا اكزيست. نهلا، شفناك يعني في مواقع التواصل الاجتماعي درتي فيديو خرجتي بالقفطان الجزائري في شوارع اسطنبول باش تروجي لهذا اللباس في وقت كاين بزاف مؤثرين حتى فنانين عندهم الملايين يخافوا انهم يقوموا بهذه التجربه باش ما يتعرضوش للسينيال ويفقدوا الحسابات تاعهم. علاش نخاف؟ ما عنديش على واش نخاف، بما اني قاعده ندافع على تراث بلادي وحاجه تاع بلادي ومكتوبه وموثقه في اليونيسكو باللي القفطان الجزائري، فهذا ما حاش نخاف منها ابدا، وما نخافش اني نخسر مثلا جمهور تاع بلد ثاني، اللي يهمني بلادي اللي انا منها وعشت فيها وزدت فيها. ف 1 2 3 بيبا لاجري. كما تعودتوا دائما جديد واخبار الفنانين يكونوا حاضرين معنا في لايف المشاهير، ودائما نربطوا اتصالات مع الفنانين باش نتعرفوا على جديدهم وعلى اخبارهم وجولاتهم الفنيه والغنائيه. من بين الفنانين اللي راهي نشطه في الفن المغنيه وفاء أجيت، نقولوا الو مساء الخير. الو مساء النور، مساء النور وفاء، مرحبا بك في برنامج لايف المشاهير. الله يعيشك، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافه. الله يسلمك، شكرا لك، ودائما سعداء انه ندو جديدك يعني مباشره من البرنامج ولا حتى من خلال لي كونتاكت ولا الكونتاكت اللي عندنا معك. فوفاء كنا شفناك شاركتي مؤخرا في مهرجان الموسيقى الاوروبيه هنا بالجزائر، لو تحكي لنا اكثر عن مشاركتك، كيفاش كان المهرجان الى غير ذلك؟ والله المهرجان كان رائع جدا، مدة أسبوع، كانت مشاركة 13 دولة أوروبية، وأنا تم يعني برمجتي لتمثيل إسبانيا، فكان حفل الختام لتمثيل دولة إسبانيا، وكان معايا مغني جبت معايا من إسبانيا، وعملنا مزيج بين الفلامينكو والموسيقى الجزائرية. وصراحة ما كنتش متوقعة النجاح المبهر للحفلة والحضور الجماهيري الكبير. نشكرهم بزاف على الثقة وعلى الروبلة كما نقولوا. طبعا كان المهرجان في العاصمة الجزائر، العاصمة وهران كذلك؟ نعم، هو في العاصمة كان المهرجان الأوروبي، أما في وهران كانت حفلة مخصصة لانستيتيو سيرفانتيز، يعني كانت خارج إطار المهرجان. نعم. وفاء، خليني يعني نسقسيك السؤال هذا اللي بزاف الناس حبت تعرف الجواب عليه. كنت حطيتي بوست على الانستغرام قلتي صافي بليزير انه الكليب غلطانه دوفيان اون انسبيراسيون للفنانين، وحطيتي الصوره. ف
فهذيك الصوره اللي نشرتيها انت كانت بالتزامن مع طرح الفنانه نوميديا الصور الكليب تاعها يعني اللي كانت تروج ليه، فبزاف من رواد الانستغرام قالوا يعني انه في ربط بيناتهم ولا كنت تقصدي ولا فيه معنى، فواش تقول لنا وفاء في هذه الحكايه هذا الجدل اللي دار ردك وفاء لما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟ خلينا نقولوا داكوغ نرجع لكم بصح جو سبيغ خلوا لي الوقت باسكو كاين ماشي غير نقطه ولا زوج اللي حابه نحكي فيها بالنسبه لهذا الموضوع. يلا تفضلي. هي ديجا اون بروميي ليو انا لو بوست هذاك حطيته باسكو لحقوني دي ميساج في البريفي في انستغرام، بعثوا لي لا فوتو اللي حطتها ني ميديا وكاتبين لي دي فان ا موا بلي فوالا وفاء وقيلا فلانه راهي تكوبي عليك باسكو اونفا ديجا على بالهم بلي حنايا في زوج بنات بويره، هي تتبعني تشوف الاغاني تاعي ما انا عارفه انه هي تتبعني وتشوف كل شيء واش انا ندير. اوكي دونك انا لا رياكسيون تاعي اون برومي ليو جيتي فرحانه عجبني الحال ايفيكتيفمون حطيت هذاك البوست، هذاك البوست اللي حطيته انا حطيته لي فان تاعي، حطيت كتبت بلي صافي بليزير كو لو كليب اي لا شونسون دوفيان اون انسبيراسيون نورمال عادي ابخي يعني سامحيني برك وفاء انه النيه تاعك كانت نيه جميله يعني من لعند نوميديا. اكزاكتومون بيان سور بور موا سي ان بليزير كوميم حبيت نديها الاطار نيجاتيف باسكو انا بور موا سي ان بليزير كي واحد يشوف الخدمه تاعك ويحاول ولا يحب يدير كيما انت دير. دونك انايا حطيت هذاك لو بوست باش نرجع على المتابعين تاوعي اللي كانوا يرسلوا لك في الرسائل. فوالا دونك ابخي شفت انا لو كليب باسكو جافي لا كيوريوزيتي قلت انايا لازم نشوف. كي شفت هذاك لو كليب اي با ايفيكتيفمون جي كونفيرمي بلي كانت كاينه اون انسبيراسيون سورتو في لا سيكونس اللي فيها البنات لابسين البوردو بشراشب شراشب هادو كي تو سي ان كونسيبت ميم لا كوريغرافي الوقفه نتاعهم واش حاولوا يديروا سيتي اكزاكتومون واش انا درت في غلطانه اي ميم في حمامه. مي انا جوري بيان ايمي لو كان زعما هذيك الانسبيراسيون ولا هذيك الخدمه لو كان كانت يعني مخدومه بيان باسكو اون فوا بيان بلي لانسبيراسيون كاينه بلي كانت كاينه محاوله انهم يديروا واش انا درت مي فينالمون انايا جي فيو اون كيما نقولوا شكشوكه باسكو علاش انايا لا كوريغرافي هذيك مع البنات يافي ان كوريغراف يافي ان ديزاينر هي خدمه نتاع واحد 3 شهور 4 شهور نتاع تدريبات ويعني بالك نوميديا بالك حبت دير لا توش تاعها في لو كليب تاعها بالك حبت تبدل لا كوري بالك حبت ديرها اللي تشبه لها تشبه يعني نوميديا. انا نحكي لك واش انا شفت ودوكا هي واش في بالها هذاك يخصها هي تقول لكم عليه. انا نقول لك على واش انا شفت. انا شفت باللي لا سيكونس اللي فيها البنات لابسين لو بوردو الوقفه نتاعهم واش كانوا حابين يديروا كوم جيست يعني باينه الانسبيراسيون وباينه باللي جايه من غلطانه ومن حمامه كذلك. يعني نقول لك باللي انايا مون ترافاي تعبت عليه 3 موا اي بلوس الوغ كو كي تشوفي واش انا خدمت واش هي خدمه تفيقي rapidement بلي سيتي جوست اون انسبيراسيون اللي فيها ان كوبياج كي ني با دو تو بيان في اي لو بروبليم سي كو سي بيان دو سانسبيري اي دو فير ان ترافاي اللي شبه مي اوسي دو داميليوري معليش انسبير توا مي ديري خير يعني ديري حاجه خير اي اون بلوس سكي كيفاش يقول لك ان بو جينون سي كو يجي واحد بمجرد انه هو عنده يعني متابعين بزاف وعنده انفلونس يعني يحاول يقنع الجمهور باللي هذه الفكره هي خدمه علاش باسكو فوالا باسكو زعما لارتيست اللي تعب واللي دار هذيك الخدمه هو اللي با سوفيزامون كونو ولا نقدر نقول ما دارش فضايح كفايه باش يولي معروف. دونك يجي واحد اللي معروف وعنده انفلونس ينسب لروحه فكره وعمل اللي هو طبعا وفاء تقولي لنا سامحيني ولا تقولي لنا الانسبيراسيون تاعك منين كانت في الكليب تاعك؟ انا غلطانه غرمامه هذيك اللوحه هذيك اللي كانوا لابسين بوردو ما كان عندي اوكين انسبيراسيون من حتى حاجه. انا درت الكليب في اسبانيا مع ناس من اسبانيا حاولنا نديروا رقص الفلامينكو اللي يكون فيوزيون مزيج بين الفلامينكو والشرقي وهذيك لا كوريغرافي حتى الوقفه اللي وقفناها مدروسه يعني اي جيست معمول كان مدروس وفيه اون بيرسوناليتي بروبر مش كيف واحد نهار يدير خدمه اللي عنده فيها حاجه تاعو لا توش بروبر اي ان اوتر كي شيرش اون بيرسوناليتي اللي هو ما عندوش. دونك لو نشوفوا الصوره فقط مع ليكيب تكنيك الصوره وين كانت لابسه الاحمر اللي راهي تهضر عليها وفاء يلا رانا نشوفوا فيها مع بعض ابخي اختي معليش نوضح لك طبعا مهم جدا داكور
انا من كل هذه الحكايه جو بروفيتي بور سوليني ان بوين زعما فريمون بو موا اي لي تري غراف كي سو بوز سي كو مينتونون لي انفلونسور راهم شغل كيفاش نقولوا اكتسحوا الساحه الموسيقيه والفن في الجزائر وعندهم كل الدعم من طرف الاعلام وكذلك من طرف الصفحات على لي ريزو سوسيو لدرجه انه لي جون ادوليسون اي لي زونفون في الجزائر ولات تلفت لهم ما على بالهمش وشكون هو لارتيست وشكون هو الانفلونسور اي باغ اكزومبل نحكي لك حكايه اكزومبل انايا نعرف باللي راه جاي الفنان العالمي لالجيرينو راهو جاي للجزائر وعنده حفله ان شاء الله فوالا اذا انايا كيفاش عرفت الخبر لا ما عرفتش الخبر عن طريق صفحات كاتبين باللي لالجيرينو راه جاي نو كاتبين باللي ريفكا سيكون منشط الحفل يعني يحكوا على ريفكا احكي لي على الفنان العالمي اللي راهو يعني هضروا على ريفكا وما هضروش على الفنان اللي هو راح يكون اللي راح يحيي الحفل باوي سي اكزاكتومون سا دونك دون سو كالا نشوف باللي لي زونفون اي لي زادوليسون في الجزائر انا بو موا اي سون اون دونجي تري غراف و لي باج اي لي ميديا اللي راهم يزانفورم لي جون او ليو يعلموهم ويثقفوهم ويفورميوهم راهم يدمروا فيهم باسكو لحقوا لواحد لو بوان وين ما يفرقوش بين واحد انفلونسور اللي يقدر يولي مشهور بالطرق نتاعو اللي دارها احيانا تكون عن طريق الفضائح كذلك راكو عارفين واش راني نقول اي لالجيرينو باغ اكزومبل سي ان ارتيست كي مونديال عنده دي سويفور بارتو ديجا انا جا عندي هنا لمدريد حضرت الحفله نتاعو اي تو الوغ انا كفنانه عرفت باللي لالجيرينو راهو جاي بفضل هذه الصفحات اللي كاتبين على ريحتها يلا ماشي على لالجيرينو طبعا وفاء ولو نسقسيك سؤال اخير يعني بالنسبه للاعلام الجزائري هل تشوفي انك يعني جديدك ولا اي حاجه تخصك تشوفيها انه مهمشه من طرف الاعلام الجزائري؟ لا بالعكس انا نشوف باللي الاعلاميين والصحفيين دائما على اتصال معايا وديجا نشكركم بزاف شكرا نشكركم من سمحوا لي ما نعرفش بالك الاسماء نتاعكم ولكن اكرام ونيفين نشكر بزاف فوالا اكرام نيفين كاين يوسف كاين عصام كاين عبد الحق كاين عبود كاين نسرين كاين من قناه من كل يعني تقريبا كل قنوات الجزائريه انا نشوف اللي كلهم يعني اتصلوا بيا ممكن انا ما نكونش متاحه دائما ولا جيت ما نطولش دونك مي نشكركم بزاف على التغطيه اللي شكرا لك هي ممكن حبيبتي. تكونوا كما نقولوا مبرونشين اونكور بلوس مي بون معليش يعني معليش. كفايه بالنسبه لي احنا نقولوا لك وفاء انك دائما شرف الجزائر طبعاً. خصوصا وانك متواجده في اسبانيا فهذا شرف لنا انه تكون جزائريه دائما ناجحه في بلد اخر هذا الصوت الجميل طبعا احنا نقولوا لك شكرا لك احنا كنا حابين نطولوا معك الحوار اكثر نيفين معليش اعطيني دو سكوند برك باش ما نهضروش اكرام باش ما نهضروش توجور في السلبي انا نحب يعني نشكر كل ليكيب اللي دارت الكليب نتاع نيو ميديا نقول لهم يعطيكم الصحه باسكو خدمتوا خدمه شابه بزاف خاصه انه شفت باللي حضروا منها لي بيزاج دو الصحراء الجزائر وحنا لازم كلنا نعرضوا هذه الاشياء الجميله للجزائر دونك نشكرهم بزاف ونقول لهم يعطيكم الصحه خدمتوا كليب بزاف شباب اما اللي خدموا الاغنيه نقول لهم يعني خساره كنتوا قادرين ديروا اغنيه اجمل يلا شكرا لك وفاء نشكرك بزاف نظرا لضيق وقت البرنامج فقط ما نقدروش نكملوا كامل الحوار شكرا لكم بزاف شكرا حبيبتي ربي يخليك وبون كوراج يعطيك الصحه سلامه يعطيكم الصحه يلا اكرام نعاودو نرجعو للجزائر نعاودو نرجعو لاخبارنا قبل ايام اللي فاتوا كانت ذكرى وفاه الاعلامي الكبير والراقي اللي نحبوه واللي كبرنا برامجه واللي كبرنا عليه وكبرنا خاتم سليمان طبعا نشوفوه يعني ما كاش رمضان بلا خاتم سليمان اللي لازم طبعاً. نتبعوه ونتبعوا البرامج تاعو والاطلاله تاعو كان ذكرى وفاته في 2 جويليا ربي يرحمه وان شاء الله سنتين على رحيله ربي يصبر كل العائله تاعو تحيه كبيره للمخرج تاعنا احمد بخليلي اللي هو ابنه وحنا نقولوا اللي خلف ما مات طبعا هو وحاضر معنا فقط اليوم في البرنامج ودائما هو مخرجنا في برنامج لايف المشاهير بين المخرجين يعني عندنا بزاف مخرجين ولاد فاميليا هنا نحبوهم ونحترموهم هو من بين هاد المخرجين اللي نعزوهم بزاف طبعاً. والاخ المخرج المبدع الرائع
وكما نقولوا تال بير تال فيس، يعني تربية أخلاق، إن شاء الله ربي يخليه للأطفال تاعو كذلك، وربي يرحم أستاذنا سليمان بخليلي. طبعا زميلتنا هلا عيساني حضرت لنا ورقة عن أستاذنا، نروح نشوفوها مع بعض. الله أكبر، الله أكبر. سنتان تمران على رحيل أحد قامات الجزائر، واحد من حفظة كتاب الله الكريم، وصوت من الأصوات التي لا تخطئها الأذن، الأستاذ سليمان بخليلي، فارس من فرسان الإعلام في الجزائر، وحرف من حروف الضاد سقط برحيل بخليلي، وانطفأ بريق خاتم سليمان إلى الأبد. قيل فيه حامي اللغة العربية بلغة ومخارج حروف وخامة يعرف صاحبها الصغير والكبير، حفرت في الأذهان. حب لك والحرف لك، والشعر إن غنى فلك، يا سيدي يا رسول الله. زدني علما، فرسان القرآن وخاتم سليمان وغيرها من البرامج الراقية رقي صاحبها، كانت بإمضاء من ذهب بأنامل الأستاذ سليمان بخليلي، أحد أعمدة الرسائل الثقافية وأحد أبنائها الغيورين الحريصين على النهوض بالقطاعين الثقافي والإعلامي. اليوم وبعد سنتين نتذكر للمرحوم مكانته في قلوب الآلاف، فالابتسامة التي لم تفارق محياه وصل تأثيرها لكل الجزائريين، فبكاه ونعاه الملايين يوم الرحيل. قلتها وسأعيدها، يرحل الرجال ويبقى الأثر، فكيف بأثر عراب اللغة العربية؟ سيبكيك الميكروفون والبلاتو، وتبقى كلماتك وحكمك يا بخليلي لها من وقع الذكرى النصيب الأكبر، ويبقى خاتمك مشعا إشعاع ما تركت من حب في قلوب الملايين. فاللهم اجعله من عبادك الصالحين، واجعله في عليين، رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بسم الله وأمنت بالله وتوكلت على الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا سيبقى قام من قامات الإعلام الجزائري سليمان بخليلي. يلا نيفين، نروح لأخبار تاني جديدة في الساحة الفنية. الفنانة نور هدى الشيخاوي اللي راهي تحضر في أغنية وفيديو كليب جديد مديو مع الشاب زكي. إكرام، خليني نقول لك بلي لأول مرة بالك أغنية تاع فرح لنور هدى الشيخاوي، لأنه دائما نشوفوا نور في أغاني حزينة ومحزنة والبكا وخلاني ودار لي، لأنه أول ما خلاش هذه المرة وداها على حساب الصورة وتزوج بها إكرام. أنا نشوفه فيها بالإطلالة في حبيبي نصيبي على ما أظن عنوان الأغنية، ولا تكون مع شاب زكي هو اللي نشوفه فيها بالكوستيم غوز، يعني بعد البكايت ونشوفه لبست لاغو بلانش. يلا هادو صور حصرية طبعا لبرنامج لايف المشاهير، وكما قالت زميلتي نيفين طبعا راح تكون هاد الكليب او حيكون هاد الكليب او هاد العمل عبارة عن كليب يعبر عن الفرحة، وطبعا موسم الصيف معروف بالعراس الى غير ذلك، فهاد الغنية راح تدير حالة في العراس على ما اظن، لانه دائما وين الاغاني الرومانسية اللي تخرج في الصيف تكون طبعا ولا تحط البصمة تاعها في الاعراس الجزائرية. خلينا نقول لكم اكرام انه الكاتب والملحن هو سيد احمد طهاري، موزع يحيى مايسترو، انتاج افيام ايديسيون، مخرج كليب فيصل دريس، تصوير كليب بي وهران، وزميلنا عصام دهما هو اللي جاب لنا هذا الخبر الحصري. يلا تحيه كبيره لزميلنا عصام دهما. طبعا نروحوا نسمعوا شويه من الاغنيه. لا لا ما عكاش إكرام، غنختموا خلاص وصلنا الوقت. إكرام ختموا بالاغنيه، إكرام خلاص وصلنا الوقت عندنا حصري. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتونا، ونتلاقاو معهم غدوه ان شاء الله. إكرام مشاهدينا الكرام، لحقنا لنهايه عدد نهار اليوم، بقوا دائما اوفياء.